الإمام مالك رحمه الله كان لا يحب أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الزائر في المدينة، لأن من خارج المدينة لا يجوز له أن يشد الرحلة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان لا يحب وينهى عن قول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل على حكمه هذا بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فماذا فهم رحمه الله؟ فهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال فهم أن لفظة الزيارة للقبر إذا كانت لنبي أو لمعظم في الدين أنه لا يقصد منها الزيارة الشرعية، وإنما يقصد منها التوسل بهذا المقبول. ولذا يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ففرق بين قوله زرت قبر فلان وهو رجل عادي، وبين قوله زرت قبر فلان وهو عالم أو نبي أو صالح. ففرق بين اللفظتين، لأن الزيارة على قول الإمام مالك ماذا يقصد منها؟ الزيارة البدعية. ويقول رحمه الله فهذا الإمام مالك قد أدرك من هم في القرون المفضلة، مما يدل على أن النهي عن الغلو كان موجودا في القرون المفضلة.